الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الشعوب المقهورة في إيران. لم يحظى أكراد إيران بنفس الزخم الذي حظيت به الأقليات الأخرى في جغرافية ما تسمى بإيران، وربما يعود ذلك إلى أنه لا يمكن الجزم بعددهم في ظل عدم وجود إحصائيات ذات مصداقية. النظام الإيراني يتعمد التعتيم على أعداد الشعوب غير الفارسية بشكل عام، بل حتى بأن مراكز الدراسات والبحوث المعارضة للنظام الإيراني والتي يديرها بعض المعارضين يتعمدون نشر إحصائيات غير دقيقة. التاريخ يقول إن أكراد إيران يسعون للاستقلال، حيث اندلعت عدة ثورات مسلحة طلبا للاستقلال وإقامة دولة مستقلة. وللتعرف على الأقليات في إيران نستعرض التقرير التالي. تشكل الشعوب غير الفارسية في إيران 60% من مكونات إيران السكانية، التي تشمل الأتراك الأذربيجانيين والأكراد والعرب والبلوش والتركمان واللور والجيلك والطالش، حيث يتوزعون في مختلف الأقاليم التي تضمها جغرافية إيران الحالية. تحدد الإحصائيات الرسمية الإيرانية نسبة القوميات والشعوب غير الفارسية، فالقومية التركية بلغت نسبتها 24%، بينما القومية الكردية بلغت نسبتها 7%، والقومية العربية نسبتها 3%، أما القومية البلوشية فنسبتها 2%، بينما تقدر مصادر أخرى من بينها إحصائيات أمريكية أن الفرس بلغت نسبتهم 41%، والآذريين الأتراك 24%، والجيلاك 8%، والأكراد 10%، والعرب الأحوازيون 7%، واللور 2%، والبلوش 2%، والتركمان 2%، وأعراق أخرى بلغت نسبتها 1%. وتعاني الشعوب من التمييز المضاعف لكونها تنتمي إلى المذهب السني مثل البلوش والتركمان، أو التي يشكل السنة نسبة كبيرة منها من قبيل الأكراد والعرب الأحوازيين. النظرة الدونية واضحة وجلية من قبل العرق الفارسي المهيمن على النظام الإيراني للشعوب غير الفارسية، ويتم منعهم من دراسة لغاتهم الأم، كما يتم إجبارهم على تعلم اللغة الفارسية، ويحظر عليهم إطلاق بعض الأسماء على موالدهم، ناهيك باستبعادهم من المناصب والمراكز الرسمية المرموقة في البلاد. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى احتقار هذه الشعوب غير الفارسية من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والأفلام والمسلسلات التي يتم إنتاجها وبثها عبر القنوات التلفزيونية الرسمية في إيران، والتي بطبيعة الحال يشاهدها ويقرأها كافة مكونات المجتمع الإيراني وشرائحه، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مشاعر تلك الشعوب التي يتم تصويرها بشكل سلبي جدا، وهي تحمل الجنسية الإيرانية وتحسب رسميا على إيران. وبالرغم من الثروات الطبيعية والأراضي الواسعة التي تتمتع بها مناطق الشعوب غير الفارسية في إيران، إلا أنها من أفقر الشعوب بالنظر إلى دخل الفرد المنخفض. ومن الأمور التي تركت تأثيرا سلبيا عليهم الفقر والقضايا البيئية، وهو ما يشمل سوء التغذية والملبس والمسكن والصحة والتعليم. وقد انتشر بشكل متزايد وملحوظ معدل البطالة وعمليات تهريب المخدرات
وبخاصة في المناطق المجاورة للحدود مع الدول الأخرى. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، خصصنا هذه الحلقة عن الثروات في كردستان المحتلة من إيران، ويسرنا أن يكون معنا عبر السكايب السيد فردين باسامي الكردي. مساء الخير سيد فردين. مساء النور ومساء الخير أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وحياكم الله. شيخ فردين، يعني نحن تعرفنا على جغرافية كردستان الموجودة في إيران، وأيضا بعض المعلومات عن عدد السكان وأهل السنة وبعض المعلومات الخاصة عن الأكراد، لكن لم نعلم عن الثروات سواء كانت زراعية أو ثروات طبيعية أو غيرها في كردستان. حدثنا في البداية عن الثروات الموجودة في كردستان المحتلة من إيران. نعم أخي الكريم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، بالنسبة للكردستان قسم الإيراني منقسم كذلك إلى محافظات مختلفة، قسم صغير منها اسمها محافظة الكردستان، هناك محافظة الكرمانشاه، محافظة الإيران، إيلام، وهذه المحافظات كلها محافظات كردية وقسم من الكردستان تحت سيطرة الإيران، وكذلك قسم من الكردستان من قبل النظام الإيراني انضمت إلى أذربيجان الغربية. ولكن في كردستان بشكل عام أخي الكريم، كردستان فيه ثروات طبيعية حقيقة هائلة، موارد طبيعية هائلة، وتنقسم إلى أقسام مختلفة، ثروات معدنية، ثروات نفطية ومائية، وربما هذا يعني غنى الكردستان بموارد طبيعية وثروات طبيعية واحد من الأسباب، يعني هذه الثروات واحد من الأسباب التي جعلت الكرد وكردستان ساحة للصراعات وصراعات العالمية حقيقة وكذلك الإقليمية. ولكن بالنسبة للثروات مثلا إذا أخذنا في كردستان، ولو سمحت سيد فردين، يعني نريد عن يعني الثروات الموجودة في كردستان. نعم. بشكل عام. نعم. لأن المقسم من كردستان لا نريد أن يهمل، نحن نريد يعني جغرافية كردستان الحقيقية الموجودة في إيران، دعنا. نعم. من الأشياء المقسم. نعم. جغرافيا كردستان أخي في إيران تتكون من محافظة الإيلام، من محافظة الكرمانشاه، من محافظة الكردستان، قسم من الأذربيجان الغربي، وكذلك قسم من محافظة شهرمحال وبختياري، وكذلك قسم من لورستان حقيقة. فإذا جمعنا هذه المحافظات بثرواتها فهناك ثروات هائلة. مثلا حقيقة هذا تقرير يعني أنا قرأته في موقع تتعلق بمحافظة الكردستان، وتقرير جديد، تقرير حكومي، لأن ما عندنا إحصائيات حقيقة، إحصائيات حقيقية، هناك إحصائيات تأتينا من الحكومة ولكن ليست إحصائيات حقيقية. ولكن حتى حسب هذه إحصائيات هم يقولون فقط محافظة الكردستان، قسم صغير من كردستان الإيرانية تسمونها محافظة الكردستان، يعني الرابع محافظة التي فيه ذخائر المعدنية مثلا، وهناك يعني مثلا ذهب، وبالنسبة للذهب كذلك فقط في محافظة الكردستان، يعني إذا بقينا في قسم صغير من الكردستان ألا وهي محافظة الكردستان، هم يقولون في تقرير آخر، يعني تقرير جديد جدا، هم يقولون يعني 10% من الذهب في إيران يعني تستخرج من محافظة الكردستان التي هي قسم صغير من كل الكردستان الإيرانية. وهناك يعني بالنسبة إذا يعني بقينا في قسم الثروات المعدنية، هناك ثروة الحديدية الهائلة، هناك يعني نحاس، هناك أنواع الأحجار حقيقة، وثروات أخرى تستخرج ولا يوجد هناك مصانع،
تستخرج ومواد الخام المعدنية ترسل إلى مناطق الأخرى غير الكردية وحتى للمناطق الشيعية، لا ترسل مثلا إلى بلوشستان أو إلى تركمان الصحراء أو إلى مناطق الأخرى اللي يعني يسكن فيها ويعيش فيها أهل السنة وجماعة. فهذه المواد ترسل إلى إصفهان مثلا أو إلى المحافظات الفارسية الشيعية الأخرى، وهناك ثروة نفطية هائلة مثلا في إذن الذهب بنسبة 10% يا سيد فردين. نعم أخي الكريم. في أي منطقة بالضبط؟ أخي هذا تقرير لا ترونه، أنا أخذته يعني تقريبا يوم أمس، هم كتبوا هذا التقرير. نعم. تقرير جديد، وها هنا مكتوب 10% باللغة الفارسية، 10% من ذخائر الذهب في بلد في إيران قصدي تستخرج في كردستان، في كردستان خاصة في محافظة الكردستان، وكما قلت مرارا وتكرارا قسم صغير من الكردستان الكبرى في إيران. وهناك في كرمانشاه مثلا أخي الكريم هم يقولون، وكذلك هذا تقرير جديد سبحان الله يوم أمس كذلك، هم يقولون لا استغفر الله، هذا تقرير يعني ب 2013 سنة 2013 هم جاءوا بتقرير يقولون ذخائر المعادن في محافظة الكرمانشاه فقط، الآن يعني اكتشفوا فقط هذه القسم من المعادن الثروة المعدنية تقريبا 1.4 مليون طن أخي الكريم فقط في محافظة الكرمانشاه. وهم يقولون في تقرير تتعلق بذهب، هم يقولون أخي 610 مليون طن ذخائر المحافظة الكردستان قسم الصغير من الكردستان، وهذه الذخائر المعدنية تتكون من 18 نوع من المواد المعدنية فقط في محافظة الكردستان قسم صغير من الكردستان. محافظة الإيلام كذلك هناك فيه ثروة معدنية هائلة، ولكن كما قلت يعني بسبب الاضطهاد الكرد وبسبب عدم يعني علمهم بمواردهم الطبيعية مثلا بالنسبة للثروة المعدنية لا تأتينا يعني الإحصائيات حقيقية. بالنسبة للثروة النفطية هناك مثلا في محافظة الكردستان يوجد هناك مصفى يعني مشهور في إيران باللغة الفارسية بالاشكاي نفط كرمانشاه، مصفى النفط في كرمانشاه يعني مشهور وبنيت منذ في أحد الشاه، وهذه المشفى مصفى كذلك تنتج منها مواد نفطية وغاز كذلك ومواد أخرى يعني وبنزين بنوعه ثقيل وخفيف أظن، وكذلك ديزل ومواد أخرى. والآن أصبحت هناك شركة اسمها شركة مصفى الكرمانشاه، أظن شركة خصوصية، ولكن شركات خصوصية أخي الكريم يعني النظام مملوكة للنظام. نعم أقول هي مملوكة للنظام، مملوكة نعم مملوكة من نظام، مملوكة من الحرس الثوري، الحرس الثوري يسيطر على هذه الشركات وعلى موارد طبيعية في إيران، لأن الحرس الثوري يعني قوة عسكرية الحقيقية للنظام. وبالنسبة لمواد الموارد المائية أخي الكريم يعني الآن في إيران عندنا أزمة مائية حقيقة، وهذه الأزمة بسبب السياسات الفاشلة حقيقة، وحتى وصلتنا مقطع فيلم يعني واحد من يوجد فقط واحد عنده دكتوراه في تنظيم وتعامل مع موارد المائية اسمها سبحان الله كانت أظن صلاح الدين أو الدكتور كامرا صلاح الديني أو صلاح الدين كامراني، هو كان يعمل كالناس يعني سبحان الله في أحواز، وجاءتنا يعني هذا الفيلم ويتكلم عن شهادته وعنده دكتوراه في موارد المائية، واحد فقد يوجد ألا وهو فقد يعني هذا هو يوجد في محافظة الكردستان قسم صغير من الكردستان الكبرى في إيران، وهو يعني عمل ككناس، ولكن يعني في إيران في كردستان موارد مائية، ولكن هذه الموارد المائية تسرق ربما
أو يعني لا توظف لكي يعني تستفيد منها في مجال مثلا زراعة، في مجال حتى في مجال توليد الطاقة، لأن هناك شلالات كذلك في منطقة الكردستان، هذه الشلالات باستطاعتها يعني تكون مصدرا لتوليد الطاقة. ولكن نظام الخميني ألا وهي وجه آخر للصفوية حقيقة لا تريد تقدم المناطق الأهل السنة، والكرد هم تقريبا أهل السنة في إيران نصفهم أو أكثر منهم من الكرد، فإذا تقدم هذا الشعب فسيكون خطرا حقيقة حقيقيا على كيانهم، فهم لا يديرون هذه مثلا الثروة المائية. هناك كذلك أنهار ومطر ما شاء الله بشكل جيد، ولكن في وسط الإيران، انظر إلى وسط الإيران لا يوجد ماء هناك، وكذلك لا تمطر كثيرا، ولكن في كردستان هناك بحيرات كذلك أبرزها. نعم، أبرز الأنهار في كردستان، أبرز الأنهار في كردستان الآن نهر يعني تسمى بسيروان مثلا، وتأتي إلى كردستان العراق ومن هنا إلى في نهاية دجلة وفرات، يعني هم دجلة يعني من كردستان تركيا وتصب في خليج، ونهر سيروان يأتي من كردستان إيران إلى كردستان العراق وإلى الجنوب. وأخي هناك بحيرات كذلك، بحيرة مثلا أرومية، وهذه البحيرة تقع في محافظة الأذربيجان الغربي، أرومية مدينة كردية، وبسبب سياسات فاشلة للنظام عندما تتعلق بحفظ البيئة، وهذه البحيرة كذلك يعني في طريق إلى سبحان الله يعني إلى التلوث وإلى يعني تجف الماء يعني. وهناك بحيرة أخرى، بحيرة في مدينة المريوان، مدينة في حدود بين الكردستان الإيرانية وكردستان العراقية، قريب من الحلبجة وبينجون وسليمانية، فهناك يعني ثروة مائية هائلة وماء تحت الأرض يعني، ويعني في كثير من الثروات المائية. فهذه إذا جمعنا أخي هناك ثروات معدنية هائلة، ثروات نفطية هائلة، ثروات مائية، فهذه المنطقة حقيقة غني بموارده الطبيعية، وكذلك غني بمواردها البشرية، وغني بعقيدته ألا وعقيدة الأهل السنة وجماعة. فإذا يعني النظام يعني أجاز بالتقدم في هذه المنطقة، في منطقة الكردستان، فسيكون صعب عليهم حقيقة إدارة الإيران بدون مشاركة الكرد وبدون مشاركة أهل السنة في إيران. فهذا يعني استخراج المواد الثروات الموارد الطبيعية في كردستان وإرسالها إلى مناطق أخرى غير كردية وغير سنية، واحد من السياسات النظام لكي يعني عقبة يعني لكي يكون عقبة أمام تقدم الشعب الكردي ومنطقة نعم. كردستان. سيد فردين، ماذا عن الثروات الزراعية في كردستان؟ نعم سبحان الله نسيت، بالنسبة للثروات الزراعية هناك كذلك ثروة زراعية، زراعة القطن والفواكه وخضروات، يعني هناك ما شاء الله هذه يعني ثروة كذلك ثروة كبيرة، وهناك مساحات هائلة للأرض الخصبة، يعني إذا في سياسات حقيقة ناجحة واحد تستطيع يعني تستخدمها لتزرع كثير، وهناك كثير من الحبوبات كذلك كذرة وكالشعير وكالقمح يعني تزرع في كردستان، وحتى وبعد ذلك توصل إلى المحافظات الأخرى. فبالنسبة للثروة كذلك الثروة الزراعية، هناك أرض خصبة، هناك عندك كما قلت أخي هناك ثروة مائية، وهناك يعني جو ملائم لزراعة الفواكه الخضروات وأنواع الحبوبات. فعندنا كذلك يعني هذه الثروة، ولكن بسبب السياسات الفاشلة وبسبب حقد العقائد وحقد القوم حقيقة اتجاه الشعب الكردي لسنا يعني متقدمين في هذا المجال كذلك مع الأسف. هل النظام الإيراني مثلا مع هذه الثروات الموجودة في داخل كردستان،
هل يحرم أهالي هذه المنطقة من التمتع بمثل هذه الثروات، من العمل مثلا في المصانع النفطية التي ذكرت أنت يعني يقومون عليها، يترأسون الأعمال فيها، مثلا الثروات المعدنية التي ذكرت؟ يعني هل يعني يستغل الكردي في العمل والاستفادة من هذه الثروات، أم أنها تسخر إلى المستوطنين من غير الأكراد لسياسات ممنهجة؟ أخي الكريم، يعني حرمان أهل السنة وجماعة من ثرواتهم هذا قاعدة أساسية يعني بالنسبة لأنظمة الحاكمة في طهران، وهذا السياسة يعني يختص يطبق على الكرد، يطبق على البلوج، يطبق على حتى على العرب. عرب يعني أكثرهم كانوا من الشيعة، ولكن ولله الحمد الآن هناك ثورة فكرية، ثورة عقائدية، هم يرجعون إلى الإسلام الحقيقي. فحتى بالنسبة للعرب يعني وبالنسبة للتركمان والآخرين، هم يحرمون أبناء المناطق من ثرواتهم. كما قلت يعني في بداية البرنامج، هذه الثروات ترسل، تستخرج وترسل إلى مناطق أخرى. وإذا يعني بدأوا ببناء نوع من المصانع والصناعات يعني الخفيفة، لأن لا يوجد مطلقا في كردستان أو في بلوشستان أو حتى في أهواز وفي خوزستان، يعني كما تسمى المحافظة هنا، المحافظة العربية، لا يوجد صناعات والمصانع الثقيلة. ولكن إذا بنيت يعني حسب الضرورة لهم وحسب مصالحهم، فهذه الشركات تملك من جانب غير الكرد الخارجين يعني مستوطنين كما تفضلت، أو أبناء يعني غير أهل السنة. حقيقة الرخص لا تعطى للأبناء الحقيقيين للمحافظة، للكردستان، الآن نحن نتكلم عن الكردستان ككل، أو للأهل السنة وجماعة، فترسل إلى محافظات أخرى، أو إذا حسب الضرورة يعني اقتضت لهم بنوا بمصانع صغيرة، مسؤوليته يكون على عاتق الآخرين غير الكرد وغير أهل السنة وجماعة. ولكن أخي الكريم، يعني إذا سبحان الله، بس النظام الإيراني هذا يعني جزء قليل حقيقة من الثروات الجغرافية الإيرانية، والنظام الإيراني تملك 10% من الاحتياطات النفط بالعالم. النظام الإيراني أظن الإيران هي ثاني أكبر عنده احتياطات من الغاز، وتملك حقيقة ثروات يعني كما قلت معدنية ونفطية، لأن بلوشستان يعني معادن ذهب في بلوشستان يعني كثيرة، وحتى يورانيوم، نسيت يعني يورانيوم في موجود في كردستان كذلك. يعني يوجد هذه الثروات هائلة، ولكن هذه الثروات في يد الذين يعني يضمنون حفظ النظام الرافضي في إيران، أو ترسل إلى الأجنحة العسكرية التخريبية الفاشية الطائفية في خارج الإيران، في لبنان. حتى هذا الرجل بما تسمى بحسن نصر الله وعنده حزب الله، ولكن في حقيقة هي حزب الشيطان. أخي، ثروات الإيران يعني تذهب إلى هذه الحزب، مثلا حشد الشعبي، وهي واحد من أجنحة الإيرانية الفاشية الطائفية لقتل أهل السنة في العراق ولتخريب العراق وحتى لمساعدة المجرمين في سوريا. هذه ترسل ثروات إلى هذا الحشد، وهناك عندهم مجموعات مختلفة من الفصائل المختلفة المسلحة الوحشية حقيقة، ما عندها قيود إخلاقية، ما عندها قيود إنسانية، يقتل أهل السنة في سوريا ويقوم بأعمال تخريبية، بأعمال وحشية. هذه الثروات تمول هذه المنظمات. فالشعب الإيراني عموما أخي الكريم حقيقة محروم بأكملها، محروم من الثروات داخل الجغرافيا الإيرانية.
ولكن بالنسبة لأهل السنة والقوميات الغير فارسية هذا يعني سيكون سهمهم من الظلم والاضطهاد كبير جدا. كل الشكر لك سيد فردين على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح للثروات الموجودة في كردستان المحتلة من إيران. شكرا لك سيد فردين. وأنا أشير إلى أنه لو يعني ما كان هناك أقليات محتلة من إيران، إيران لا شيء، هي إيران تعتمد على الثروات النفطية الموجودة في الأقليات المحتلة من إيران. الأحواز معلوم بأن هناك ثروة نفطية وتعتمد عليها بنسبة 85% إلى 90% على النفط وعلى الغاز. كما ذكر السيد فردين بأن هناك يعني ثروات معدنية وثروات زراعية ومائية ونفطية في كردستان. بإذن الله أن نبحث عن يعني من يحدثنا عن الثروات الموجودة في أذربيجان وكذلك في بلوشستان وفي تركمانستان وحتى في منطقة لورستان لو فرضنا بأنها منطقة مستقلة. كل الشكر لضيفنا في هذا اللقاء السيد فردين باسامي الكردي. نستعرض مشاهدي الكرام بعض المقاطع لأهم الأخبار بعد الفاصل. تواصل الإضراب العام في أسواق مدينة بانا في اليوم 24 احتجاجا على إغلاق الحدود. المنهوبة أموالهم من مؤسسة أرمان وحدة تجمعوا أمام فرع المؤسسة في الملال بطهران. شارع مهدية بكرمان، مواطن شجاع يضرب أحد أفراد القوات الوحشية لشرطة إيران. تمزيق صورة خامنئي في جامعة أزاد في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية. كتابة شعار على جدار مكتب إدارة الكهرباء في منطقة طهرانسي بطهران. عدونا المعممين بالكذب، يقولون أمريكا عدونا.
معاناة الشعب والعمال في مدينة دهتشت اللرية. يقول: ليس لدينا أي عمل، ليس لدينا تأمين، لا نملك حتى الأكل، لا يوجد مسؤول يسمع النداء. الان بخوام رانتنا یه ده رو بیس روز قایجه همه مهین دست خالی برای دست خالی هرگر دست خالی برای دست خالی هرگر برین دلم اونه هم میسی بخورم ما اردوه کلو مرگ دارم و دیرو میاه و هیچ خرجمون بچه‌مون فقط میرسه چه برسونیم هیچ محصولی هیچ چی پرس مثل در رابطه با کاری هم نگه که مشکلی شاسینه دردی شاسینه قامت مهاباد عام 1946 شمال غرب إيران بدعم من الاتحاد السوفيتي آنذاك، وكانت دولة قصيرة العمر حيث لم تستمر سوى عام واحد. انتهى حلم إقامة هذه الدولة الكردية المستقلة بإعدام زعيمها قاضي محمد ومقتل أكثر من 2000 شخص من الأكراد بعد معارك دامية دارت بينهم وبين القوات العسكرية الإيرانية المدججة بالأسلحة والعتاد. تعرض الأكراد لقمع متواصل في كل الدول التي يقطنونها، سواء كان في ذلك في تركيا أو سوريا أو العراق وإيران، ولكن النظام الإيراني كان الأكثر تنكيلا وحرمانا. فنظام الولي الفقيه لا يعترف اليوم بهم وبحقوقهم الثقافية والسياسية والدينية، وهم محرومون حتى من التعلم بلغتهم الأم، بالرغم من أن الدستور الإيراني يتضمن حقهم بتعلم لغة الأم. حتى في وقت من الأوقات كان النظام يمنع ارتداء الزي الكردي الخاص بهم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الأكراد من الشعوب القديمة فيما كان يعرف بأرض بلاد فارس، حيث يعود وجودهم فيها إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد. وبحسب الإحصائيات شبه الرسمية، فإنما يقرب من 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم نحو 70 مليونا هم من الأكراد، حيث يقدر عددهم بنحو 10,600,000 نسمة. يقطن معظم الأكراد في مناطق كردستان وكرمنشاه وإيلام وأذربيجان الغربية. تعتبر معركة دمدم، والتي يسميها الأكراد ملحمة دمدم، من أهم المعارك التاريخية الموثقة عند الأكراد. وقعت المعركة عام 1609 للميلاد بين الأكراد الذين كانوا يقطنون المنطقة الواقعة قرب بحيرة أورمية بقيادة الأمير خان لبزيرين ذو الكف الذهبي، والصفويين بقيادة حاتم بك. كان ذلك إثر قيام لبزيرين بترميم وتطوير قلعة دمدم، مما اعتبره الصفويون خطرا على نفوذهم في المنطقة، فأرسلوا جيشا حاصر القلعة، وانتهى الحصار بهزيمة الأكراد. أعلن الأكراد عن ولادة جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية بواسطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران قاضي محمد في 22 يناير كانون الثاني عام 1946 للميلاد، وعاصمتها مهاباد، وشملت مساحتها 30% من المساحة الإجمالية لكردستان الشرقية، لكنها انهارت بعد نحو 10 أشهر. كان ذلك قبل ثورة خميني، فماذا بعد؟ عام 1979، أي بعد قيام جمهورية خميني في إيران، وفي ذات العام سادت أجواء الغضب المناطق الكردية في إيران بسبب عدم إتاحة الفرصة لممثلين عن الأكراد للمشاركة في كتابة الدستور الإيراني الجديد. يعزو المؤرخون رفض الخميني مساهمة الأكراد في كتابة الدستور لأبعاد طائفية وقومية، لكون أغلبية أكراد إيران من السنة. عام 1980 قام الجيش الإيراني بحملة تمشيط واسعة في المناطق الكردية في إيران، وخاصة في مدن مهاباد وسنندج وباوه وميروان،
ينص الدستور الإيراني في البندين 15 و19 على حق الشعوب غير الفارسية في استعمال لغاتها في المجالات التعليمية والثقافية، ولكنه لم يحدث وتم إغلاق الكثير من الصحف الكردية. بين عامي 79 و82 من القرن الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحكومة الإيرانية والأكراد، تمركزت عناصر الأحزاب الكردية في العراق أثناء حرب الخليج وكانوا مدعومين من العراق. في العام 1980 تمكنت الحكومة الإيرانية من بسط سيطرتها على معاقل الأكراد، وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني باعتقال وإعدام الكثيرين من الأكراد في إيران، ودمرت الحكومة الإيرانية ما يقارب من 271 قرية كردية. ولا تزال العلاقات الكردية مع طهران في توتر مستمر في ظل القمع المتزايد من حكومات إيران المتعاقبة، والتي اتفقت جميعها على محاربة أي توجه كردي يفضي للمواطنة المتساوية مع الفرس فضلا عن التفكير بالاستقلال. وصل التمييز مع أكراد إيران لحد إصدار فتوى من الخميني سنة 1979 ضدهم، تعتبر بأن الأكراد من الكفار، وقصفتهم الطائرات في عدة مناطق كردية، واستمر القمع والتنكيل ليومنا هذا، ولكنهم ماضون في مشروعهم، فما زال الأكراد يطالبون بحقوقهم المشروعة، وخاصة الحفاظ على الهوية واللغة الأم. مزيد من التفاصيل في التقرير. على الرغم من تلك الوعود التي تشبه الوعود التي جاء بها مؤسس نظام الملال في إيران الخميني، إلا أن هذا النظام لم يفعل أي مادة من المواد الدستورية التي تخص الشعوب غير الفارسية، وتتزايد الاحتجاجات على عدم التكافؤ بين اللغة الفارسية وبين لغات الشعوب غير الفارسية في إيران، ويطالب أبناء القوميات الآذرية والكردية والعربية والبلوشية والتركمانية بالتكافؤ بين اللغة الفارسية ولغاتهم. مؤخرا وقع عدد من الناشطين الكرد في مدينة كرمانشاه الكردية عريضة للمطالبة بتدريس اللغة الكردية في المدارس وسط تجاهل إيراني لمطالبهم القانونية، وحذر الموقعون على العريضة السلطات الإيرانية من عواقب الإقصاء للشعب الكردي من التعليم بلغته الأم التي باتت مهددة بالانقراض، وأكدوا في الوقت نفسه على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور الإيراني بينما يعطلها النظام الحاكم في إيران. في وقت سابق وقع نحو 20,000 من المواطنين الكرد في مدينة أرومية عريضة سابقة تطالب مجلس الشورى الإيراني بتفعيل المادة 15 من الدستور الإيراني وسط تجاهل المجلس لمطالبهم. وفي العام 1999 حددت منظمة اليونسكو يوم 21 من فبراير من كل عام يوما عالميا للغة الأم، وأخذت الشعوب غير الفارسية تحتفل بهذا اليوم داخل إيران وخارجها، ويبدي أبناؤها استياءهم واحتجاجهم على تهميش لغاتهم بل ومحاربتها من قبل القومية الفارسية المهيمنة خلال 9 عقود. وتمنع إيران منذ تأسيسها في عام 1925 تمنع الشعوب غير الفارسية من التعليم باللغة الأم، الأمر الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي لتلك الشعوب. في يونيو من عام 2016 زعم نائب الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية والمذهبية علي يونسي أن الحكومة أوعزت بتوفير إمكانية التعليم باللغة الأم في المناطق التي يتحدث فيها سكانها التركية أو الكردية، إلا أن أي من ذلك لم يحدث، وهو ما تعارضه أساسا أحزاب قومية فارسية وتيارات إيرانية محافظة. عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان الإيراني كوجاك نجاد عرض بشكل صريح وواضح تعليم اللغات غير الفارسية في المدارس، مؤكدا ضرورة الاكتفاء بتعليمها خارج المدارس وبعيدا عن المناهج التعليمية، مستبعدا طرح أي مشروع بهذا الخصوص في البرلمان الإيراني، معربا عن تخوفه من محاولة القوميات بنشر وتطوير ما وصفها بلهجاتها.
والتحق مجمع اللغة الفارسية بركب الأحزاب القومية الفارسية والتيار الإيراني المحافظ في معارضة التعليم بلغات القوميات غير الفارسية، رافضا بشدة تعليم اللغات الأخرى في البلاد، واصفا ذلك بالمؤامرة ضد اللغة الفارسية. بهذا نكون مشاهدي الكرام قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد